السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة المباشرة من برنامج صحتك لاباس. اليوم سوف نتطرق لمجموعة من النصائح الصحية في عيد الأضحى المبارك. سوف نتحدث عن الابتسامة في عيد الأضحى، وأيضا نصائح عامة لأكل صحي في عيد الأضحى. أيضا الكثير من الأسئلة نتمنى أن تشاركونا بطرحها اليوم من خلال مشاركاتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. أهلا وسهلا بكم جميعا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا العزيز الدكتور عميد خالد عبد الحميد، مدير المراكز البريطانية للجودة في طب الأسنان. أهلا وسهلا بحضرتك. كل عام أنت بألف خير دكتور. بألف خير. سينضم إلينا بعد قليل الدكتور يونس رمضان التيناز، الاستشاري في الصحة العامة وزميل الجمعية الملكية البريطانية العامة في بريطانيا. أهلا وسهلا بضيوفنا الأكارم. دكتور عميد، يعني هذا العيد نتمنى أن يكون عيدا سعيدا على الجميع وعلى حضرتك والأسرة الكريمة. عندما نتحدث عن ماذا نأكل، نحن عادة في العيد وكأننا ننتظر الأعياد لنأكل ما لذ وطاب ربما من الحلويات والسكريات وأيضا المشروبات الغازية اللي مهما سمعنا عن خطورتها إلا أنه للأسف ننسى، يعني فمن الواضح يجب التكرار باستمرار هذا حول صحيح. هذا الموضوع هذا تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أستاذ وجدان، أهنئ الأمة العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله على الجميع باليمن والبركات. الحقيقة في دراسات جميلة صدرت عن جامعة الملك سعود وجامعة الأمير محمد بن عبد العزيز وجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية عن ما هي أكثر الأمراض زيادة خلال موسم الحج أو خلال هذه الأيام العشر البيض المباركة، اكتشفوا أنه بالإضافة إلى المرضين اللي دائما نتحدث عنهم واللي تفضلتي سببهم، إدمان الحلويات والسكريات خلال مواسم الأعياد والصيف اللي التسوس وأمراض اللثة، أيضا والجفاف كمان. طبعا جفاف الفم الشديد يصاحبها رائحة فم كريهة، التضريس ومشاكل مفصل الفك، يعني خصوصا الحاج أو اللي يروح خلال فترة هذه الأيام المباركة، يعني بالنسبة إلى يعني هذه حلم عمره، يمكن في بعضهم من هو شاب يجمع أكيد ويهيئ نفسه لهذا اليوم، حلم يعتبر يعني، ويتوك من كل فج عميق. لاحظنا أنه هذه الحقيقة الارتفاع، مع الأسف أقول أنه إحنا ابتعدنا عن السنة النبوية الشريفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أشق خافوا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني 5 مرات في اليوم واحد ينظف فمه بالسواك. مع الأسف تحولت الأعياد إلى مثل ما تفضلتي مناسبات لأكلات غير صحية، إسراف غير، يعني تقريبا 3/4 المائدة ترمى في الحقيقة بعيدا، يعني لا تستهلك، فقط تزيين المائدة بكل ما لذ وطاب. هناك من يعني للأسف الشديد لا يستطيع أن يأكل الخبز، مع الأسف للأسف. يعني لا يوجد هذه، فلذلك أعتقد أنه من المناسب أنه نشير أنه الارتفاع هذا حسب الدراسات في الجامعات السعودية اللي ذكرتها، أنه ارتفاع شديد في معدلات تسوس الأسنان، أمراض اللثة يقتل مثل ما قلنا، رائحة الفم الكريهة، آلام مفصل الفك بسبب التضريس، والحقيقة أيضا تقرحات الفم. سبحان الله، يمكن تحدثنا عن، يمكن أخذنا 3 حلقات نتحدث طبعًا عن تقرحات الفم، موضوع مهم وجاءت موضوع الكثير من الاتصالات، موضوع مهم طبعًا. أيضا لاحظنا أنه خلال هذه الفترة تزداد معدلات تقرحات الفم، ومن أهم الأسباب حسب الدراسات الأخيرة أنه الإنسان خلال فترة العيد، مع الأسف يعني وسائل الإعلام كلها صحيح تهيئ للناس أنه أنت لازم تكون سعيد في هذا العيد، ولازم تشتري وتشوف التلفزيونات الفرحة، والعيد فرحة، وعيد رجع العيد حلويات والحلويات والهذه.
الإنسان الآن مع الأسف العالم العربي يمر بظروف صعبة في الوقت الحاضر، فتجد الإنسان الطبيعي يقول لك أنا ماني سعيد، والإعلام كله يصب لهذه الرسالة الموجهة لكل أنه أنت في العيد، هذا عيد سعيد، يجب أن تكون سعيد. لما يشوف واحد نفسه ما هو سعيد تزداد عنده نسبة التوتر النفسي والكآبة والقلق، فترتفع معها الأعراض اللي تظهر في الفم بسبب هذا التوتر النفسي، بسبب ضغط الإعلام وضغط الناس أنه العيد سعيد لازم كل يفرحوا. فمن الإنسان العادي يشوف نفسه غير سعيد يرتفع لديه تجفاف الفم، رائحة الفم الكريهة، تضريس على الأسنان، تكسر الأسنان، حوادث تكسر الأسنان خلال فترة الحقيقة موسم الحج أيضا تزداد، لأنه يعني تقريبا 75% من حجاج بيت الله الحرام هم أكثر من عمر 60 عاما. ومع الحركة ومع التحرك بين المشاعر وأحيانا الأكل غير الصحي ربما، ومع الأسف يعني أغلب الحقيقة يعني منظمة الصحة العالمية تعتبر كل غذاء ما هو حبوب أو بروتين أو ألبان أو خضروات وفواكه هو غير صحي. تسالي سناكس. والسناكس هي من أخطر المواد الغذائية اللي تجيب السكري وزيادة الوزن وحتى السرطان. اسمح لي دكتور عميد، معنا عبر الهاتف الدكتور يونس رمضان التيناز استشاري الصحة العامة وزميل الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة في بريطانيا. أهلا وسهلا بحضرتك سيدي الكريم، كل عام وأنت بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، والسادة المشاهدين والأمة الإسلامية والعربية بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم سنتحدث مع حضرتك حول كيفية التعامل مع الذبائح وخطورة تناول الذبائح المطبوحة بطريقة غير صحيحة، وأيضا ما مقدار اللحوم الحمراء المعالجة والمعالجة الواجب تناولها. نبدأ مع حضرتك سيد الكريم بكيفية التعامل مع الذبائح، يعني خاصة أنه نحن نرى في أساليب خاطئة في التعامل مع الذبيحة في عيد الأضحى المبارك. تفضل سيدي. أهلا وسهلا. أولا يجب علينا اختيار الذبائح اللي هي صالحة للاستهلاك الآدمي وتكون بحالة صحية جيدة، والتعامل معها برفق بما وصلنا به ديننا الحنيف أثناء النقل، وأعطاها العلف اللازمة وشرب الماء وعدم تعرضها للحر والمحافظة عليها بصورة رافت بالحيوان. وعند الذبح يجب أن نذبح حيوان أمام الآخر، وأن نذبح بسكين حاد حتى يستنزف الدم بأقصى سرعة، وننسى ذكر اسم الله والتكبير عند الذبح. كما يجب أن نتعامل مع اللحوم بطريقة حساسة، أن نحفظ اللحوم في براد ولا نعرضها للتلوث. يقبل الناس خلال عيد الأضحى المبارك على تناول اللحوم بشكل عشوائي، وتحوي أغلب المطابخ خلال هذه الفترة على كمية كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء التي يتم تطبيقها وتبديلها لوجبات عديدة، إلا أن معظم الأشخاص لا يعرفون الخطورة التي يمكن أن تحدثها تلك اللحوم على الصحة، لاسيما إذا كان هناك إفراط في تناولها. لذلك إليكم بعض النصائح التي يمكن تطبيقها في المطبخ لتقليل من هذه المخاطر. تأكد من كون اللحوم التي نرغب بتحضيرها صالحة لاستخدام الآدمي. معلوم أن اللحم في عيد الأضحى يكون طازجا، لكن قد تكون هناك مشكلة ما في الأضحية نفسها، نستطيع معرفة ذلك من خلال لون اللحم ورائحته ورجوعه لمكانه بعد ضغط بالأصبع عليه. إن عاد اللحم بوضعه الطبيعي فيكون طازجا، أما إن بقى مكان أصبعك عليه لم يعد لمكانه فهذا دليل على كون اللحم قديم أو أن الأضحية غير سليمة. نعم. يجب علينا اختيار قطع اللحم القليلة الدهون
والسعي إلى نزع الأشجار الغنية بالدهون، وكذلك استخدام التوابل والخل وقليل من الملح بدل من الصوص. نعم. شوي اللحم وطهوها في الفرن بدل من التقليل من السعرات الحرارية المكتسبة، وإضافة الخضروات المتنوعة إلى اللحوم، إما من خلال الشوي مع اللحوم أو السلق. وعند شوي اللحوم يجب أن نعرضها للحرق، حيث قد تكون تسبب لنا أمراض فتاكه. نعم. ومن خلال تحضيرها، ويمكن إضافة الخضروات المتنوعة لها. نعم. نعم دكتور يونس، عندما نتحدث عن النصائح العامة لأكل صحي في العيد، يعني هل تحدثنا أنه ذكرت موضوع الشوي، يعني عادة في العيد خاصة الآن الطقس حار في بلادنا، فكثير من الناس يعني يقومون بشوي اللحوم بعد ذبحها، بعد ذبح الأضحية. يعني طريقة الطهي أو الشوي هل تلعب دورا في مدى صحة هذه اللحوم أو عدمها؟ بالتأكيد هو سلق اللحوم أفضل من الشوي ومن القلي. قلي اللحوم يعرضها إذا تسبب بكثير من الأمراض اللي نحن في غنى عنها. نعم. ولكن عند شوي اللحوم يجب أن نعرضها للحرق أو الشوي بطريقة ويل دان، يعني بطريقة إضافية. مستوية. مستوية، يعني إذا بتكون مستوية متحمرة مش محروقة. لأنه في ناس تأكلها نص استواء، يعني مش مستوية للآخر دكتور. لا، يجب أن نأكلها نص استواء، تكون مستوية وعدم تكون يعني فوق الاستواء يكون فيها حروق، لأن الحروق تعمل لكروتوكسين، ولكروتوكسين قد تسبب السرطان. نعم. دكتور، سؤال مهم أيضا بالنسبة للمهاجرين العرب والمسلمين في الدول الغربية، يعني الكثير من المدن الغربية لا توجد بها مذابح، وربما يشترون يعني هذه الذبائح مذبوحة جاهزة، يعني كيف يمكن أن يتأكدوا من صحة ما يشترون يعني عند الذهاب إلى المحال التجارية؟ يجب أن يمشوا البايع أو متجر موثوق به ويتأكدوا عن طريق صاحب المتجر بأن هذه اللحوم حلال. مع الأسف في بريطانيا معظم اللحوم يقال عليها حلال وهي غير حلال، مصعوقة قبل الذبح وتسبب في موتها. نعم. يعني هل هذه معلومات مؤكدة دكتور؟ والله بالتأكيد، يعني معظم اللحوم تقريبا في 80% من اللحوم في بريطانيا مذبوحة بالصعب. نعم نعم. ولكن عند الشراء يعني أكيد لهذه الذبائح لون خاص، يعني كيف ينتبه يعني الذي يشتري الذبيحة أنه هل هي صحية، مذبوحة بشكل صحيح أو مسعوقة كهربائيا؟ هو يجب هو صاحب المصدر أن يقول لهم هل هي مسعوقة قبل الذبح أم لا. لكن إذا كانت اللحم أسود وفيه رائحة بالتأكيد تكون مسعوقة ولم يستنزف الدم منها كما نصت عليه الشريعة الإسلامية. نعم. ولا يفوتني أن أنصح بتناول وجبة لحوم واحدة خلال النهار على أن تتجاوز حاجز 300 غرام، لأن يجب أن نتذكر جيدا أن فائض البروتينات قد يتحول لدهون ضارة. بكل تأكيد. وعلى من يعانون من مستوى مرتفع من الكوليسترول في الدم، وكذلك في مشكلة حامض اليوريا المرتفع، تقليل مستوى استهلاك اللحوم بكل تأكيد من 100 إلى 150 غرام. وعلى الرياضيين منا، وخاصة أولئك الذين لديهم انخفاض في مستويات الحديد والفيتامين بي 12 في الدم، زيادة استهلاك اللحوم مع استشارة الطبيب وأخصائي التغذية، حيث أن كل حالة هنا تؤخذ على حدة.
بكل تأكيد دكتور، يعني خاصة أنه موضوع تناول اللحوم، يعني عندما تكون هناك أضحية من الضروري أن لا يفكر الإنسان بأنه يأكل كميات كبيرة من اللحوم ويتذكر الآخرين، هناك الكثير من المحتاجين في هذا العالم. موضوع توزيع الأضحية هو الهدف من ذلك، أليس كذلك؟ بالتأكيد، لكن لابد المشاهد يعرف أن هناك علاقة وثيقة بين الإفراط في تناول اللحوم وبين مرض السكري، حيث يقر عدد كبير من الأطباء والأخصائيين التغذية أن استهلاك اللحوم هو السبب المباشر لتكوين السكري، وكل ذلك بسبب المكونات التي تعهد الأرضية لتشكيل السكري، حيث أن اللحوم تحتوي نسبة كبيرة من النشويات أي الكربوهيدرات والدهون التي تشكل عاملاً هاماً في تطور مرض السكري. كما تحتوي اللحوم على مستوى عالي من الأملاح والسكريات، وخاصة اللحوم المصنعة، تلعب كل هذه العوامل سوية على خلق عدم توازن كبير بالجسم، مما يمهد الطريق للإصابة بمرض السكري مع الأسف. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور يونس رمضان التناز استشاري الصحة العامة، ننتظر حضورك معنا هنا في الاستوديو، كل عام وأنت والعائلة الكريمة بألف خير. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. عودة لحضرتك دكتور عميد، يعني من الصعب أن تقول للمسلمين في عيد الأضحى أن لا يأكلوا لحوما، يعني الدكتور ذكر أنه يجب أن يكون هناك توازن في الكمية المتناولة حقيقة، رأيك بهذا الموضوع؟ هذه الحقيقة يعني تفضل الدكتور يونس مشكورا بذكر الكميات اللي واجب أخذها، يعني 300 غرام من اللحوم الحمراء يعني أقصى شيء في خلال اليوم خلال فترة العيد هي المناسبة. وأيضا أشار إلى موضوع مهم، هي اللحوم المصنعة البروسيس ميت. صحيح، البروسيس ميت هو كل مثلا الهامبرجر اللي يجي، المعلب، التركي، هذا مثل المدخن بيكون، شو يسموه هذه الاسماء لها بال يعني التركي لانشن، هذه اللانشن الحقيقه الان فيها اللحوم المضغوطه، يعني نعم البروسيس ميت المصنعه. اللحوم المصنعه حقيقه قبل 5 سنوات اثبتت جامعه هارفارد واوكسفورد أنه من أهم أسباب سرطان المستقيم وسرطان عند الرجال وسرطان الثدي عند النساء هي من أحد أسبابها هي اللحوم المصنعة. المصنعة بروسيس، لأنه يضيفوا فيها كل شيء، يعني حتى تكرمين الفضلات، حتى العظام يقال العظام وما موجود بالأمعاء الغليظة من فضلات ومن جراثيم، وهذه كلها تسبب لخبطة في الجهاز المناعي. ولكن الناس تشتريها، لها شعبية دكتور. لها شعبية، ولذلك نشوف الآن كمان للمرض السرطان شعبية وانتشار كبير بس بهذا السبب. دكتور، زملاء يعرضون صور عن الابتسامة في عيد الأضحى. نعم، طبعا الفم هو بداية كل شيء، يعني كل ما نأكل يمر بالفم. نعم نعم، وهذه أيام مباركة أستاذ وجدان. نعم، يعني سئل رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني هل الجهاد في سبيل الله يعني مساوي ولا أهم من العمل الصالح في هذه الأيام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله. فمعناته هذه الأيام حق أيام مباركة، تقبل الله إن شاء الله الطاعات من الجميع في هذه الأيام. نعم، فمثل ما ذكرت، إذا شوف السلايد الأول حقيقة زيادة جفاف الفم خلال فترة، إذا كان بالنسبة للحجيج أو بالنسبة لمن سيستمتع بإذن الله يعني في الطاعات، وحتى بعد فترة الحج أيضا يعني. نعم، لكن الجفاف يزداد للحجاج، وكمان يزداد بسبب مثل ما قلنا القلق النفسي، بسبب التوتر. تسليط الضوء للإعلام أنه هذا العيد أنت لازم تكوني سعيدة، وكل الدعايات والهذه العيد سعيد، والإنسان اللي يصحى في صباح عيد الأضحى المبارك ويجد نفسه غير سعيد، يعتقد أنه هو الوحيد اللي عنده هذه، فيزداد عنده. فلذلك نشوف زيادة التوتر النفسي،
ترتفع معدلات جفاف الفم بشكل مخيف خلال هذه الفترة. فلذلك بسبب الجهد الزائد أم بسبب قلة شرب المياه أم بسبب التوتر النفسي أو بسبب أكل الحلويات، لأنه عادة السكريات تسبب جفاف في الفم؟ نعم طبعا أسباب كثيرة، السبب الرئيسي هو التوتر النفسي والقلق، لأن القلق سبحان الله الدماغ يرسل إعازات إلى كل الغدد بالجسم أن نخفف من الإفراز، من ضمنها الغدد اللعابية والغدد الدهنية للبشرة والغدد الدمعية، ليست فقط فكل شيء يجف في الجسم فيؤدي إلى جفاف. طبعا بالإضافة إلى أنه النصيحة الذهبية أنه كل إنسان يجب أن يشرب 8 أكواب من الماء يوميا من أن يصحى إلى أن ينام، هذه كمان مع الأسف عدد قليل من دكتور، عندما نتحدث عن اللحوم في عيد الأضحى المبارك عادة هي الوجبة الرئيسية للكثير من الأسر المسلمة، ولكن إلى أي مدى يعني موضوع اللحوم وطهي اللحوم يؤثر أيضا على الأسنان؟ يعني مش كل الناس أسنانها صحية وقوية طبعاً. يعني هل بالفعل كما ذكر الدكتور يجب أن تكون مطهاة بشكل جيد؟ يعني الحقيقة اللحوم طهو اللحوم و هل يكون مستوي إلى درجة عالية ولا نص استوى ولا قريب من الني، هذا حسب، لكن اللي يحافظ على أسنان قوية وصحة فم ممتازة يتابع يتبع النصائح الذهبية اللي ذكرناها قبل كم حلقة ما عنده مشكلة. لكن الدكتور يونس ذكر موضوع مهم، هي الكمية. يجب أن نلتزم بال 300 غرام للصحيين. نعم هاي الغير المرضى، لأنه من عنده نقص في الحديد أو بالله يحتاج إلى نص الكمية. اللي عنده زيادة في الحامض اليوريك اللي يؤدي إلى داء النقرس. داء النقرس اللي هو هذا بسبب اللحوم صحيح؟ نعم يوريك أسيد هو إحدى البروتين من يتكسر بالجسم بالمعدة، يكسر واحدة من نتائج هذا الهضم هي اليوريك أسيد، فعندما يزيد مع الأسف بلورات هذا الحامض تتبلور في المفاصل، بالقدمين، في اليد، في كل مفاصل الجسم، وتؤدي إلى حقيقة يعني شلل في حركة الشخص اللي عنده. نعم يمكن في مسألة كمان مهمة، التوقيت وطبيعة تناول الطعام دكتور، وموضوع طحن الطعام. يعني في كثير من الناس تبلع الأكل بلع، يمكن لأنه لضيق الوقت أو مستعجلة، وهذا يسبب مشكلتين، مشكلة بالفم وأيضا مشكلة في عملية الهضم والمعدة. نعم. وربما في زيادة الوزن، هل يعني هذا صحيح؟ هذا صحيح، سبحان الله ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، الفم فيه الأسنان واللسان والخدين وسقف الفم، هذه كلها تهضم ترى، مو بس الأسنان، يعني اللسان كمان سبحان الله يجرش مع الأسنان يجرش الآن كل ما كانت اللقمة اللي تبلع صغيرة في الحجم في المساحة كل ما كان امتصاص المواد الغذائية للجسم أكبر، هضمها أسهل، أقل تأثيرا على المعدة، كل ما واحد قضى وقت في طحنها في الفم وبين الأسنان واللسان والخدين وسقف الفم، أول شيء يستمتع أكثر بالأكل، اثنين يعطي مجال يريح المعدة، إذا أكلنا بشراهة وبسرعة وينزل قطعة اللقمة الأكل مهما كانت نوعها بحجم كبير، أولا الإنسان حيستفاد فقط 10% من المواد الغذائية، لأنه سبحان الله يعني هو كيف إحنا كيف نهضم الأكل، إحنا أول شيء اللعاب فيه إنزيمات تساعد في هضم الطعام هو في الفم قبل ما يروح المعدة، في الإنزيمات هذه تهضم اللقمة، الأسنان واللسان والسقف الفم يعمل تساعد على تصغير المساحة، مساحة مساحة اللقمة كل ما كانت أصغر كل ما استفاد الجسم من كل مواد الغذائية، كل ما نبلعها بشكل كبير وسريع. تنزل للمعدة تروح للأمعاء راح نستفاد فقط 10% من مادة الغذائية، يعني معناه لذلك نحن لا نستفيد من طعامنا، خاصة العاملين دكتور، من يعمل يعني عادة يأكل بسرعة لما يكون في عنده فرصة بالعمل يأكل بشكل سريع حتى لا يتأخر على عمله. نعم. فهي نعم. مشكلة حقيقية يعني. نحن نتحدث عن يعني إذا واحد أكل وجبة فيها من الفيتامينز والمعادن والبروتينات
وكل ما يحتاج الجسم من طاقة ومن معادن ومن فيتامينز إذا طحنها في الفم وأخذ وقته خلى اللعاب يساعد على هضم هذه اللقمة، ولما تنزل إلى المعدة تكون جاهزة للأمعاء الدقيقة أن تمتص كل المواد الغذائية. إذا لا أكلنا بسرعة وكان حجمها كبير ما راح نستفاد أقل من 10 بالإضافة عصر الهضم. لا نستفيد إلا 10% من هذه المواد اللي دخلت من الفم. فلذلك شوف أنه يعني عدد كبير من الناس يعانون من نقص في الفيتامين. نحتاج إلى تغيير دكتور في طبيعة ما نأكل، تغيير من عاداتنا. مع الأسف العادات الغذائية غير الموجودة حاليا واللي يشجع عليها مع الأسف عدد كبير من وسائل الإعلام، الإعلانات دكتور، بعدين المحلات أينما تذهب موجودة يعني هالأمور، شركات الحلويات والسكريات وشركات اللحوم المصنعة اللانشن ولا هذا شو فيه مالية كل المحطات العربية. يصرفوا ملايين في الإعلان، أما من يتحدث بصوت العقل وبصوت البحوث وكيف لا يسمع صوته، يسمع صوته لكن ضعيف، في صوت أقوى، في صوت أقوى يصرف الملايين من الدولارات في تسويق هذا المنتج وذاك المنتج. يعني نصيحتك دكتور عميد أنه يجب أن يعطي الإنسان وقتا لطعامه، يعني يجب أن يكون هناك وقت يقضم بهدوء من غير استعجال، يطحن الأكل ويستمتع في طعم الأكل إلى أن تكون اللقمة صغيرة. يعني دائما يفكر الإنسان كل ما بلع اللقمة بحجم كبير راح يستفاد فقط 10%. كل ما وبعدين مثل ما قلنا سبحان الله اللعاب فيه تقريبا 10 إنزيمات تهضم الطعام، فلذلك من المفيد جدا أنه في هذه الأيام المباركة وفي قرب حلول عيد الأضحى المبارك أنه الإنسان في وجبات العيد، نتمنى أن تكون وجبات العيد صحية قليلة في السكر وفي الملح في الدسم والدهون المشبعة وكثيرة في البروتينات والخضروات والفواكه والحبوب. هذه هي المعادلة الذهبية للحفاظ على جسم صحي وعقل سليم. وهذا يعني يحتاج إلى الكثير من الجهد، لأنه عادة الناس خاصة في الأعياد تلتزم بالعادات والتقاليد، أنه يجب أن يكون هناك كعك العيد والحلويات، ويعني في طقوس معينة. نعم، لا ضير أن واحد يأكل، لكن يعني يفكر معقول. دائما أنه يخلي الأشياء الخمسة اللي ذكرناها اللي ذكرتها منظمة الصحة العالمية أنه هي الأساس وبالكميات المناسبة للجسم، بحيث الإنسان يعني ما يصير عنده هذه نصائح حقيقة، نصائح الذهبية للعيد. طبعا نحن نشرب يعني بدل شرب المشروبات الغازية نشرب عصائر طبيعية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أفضل مشروب خلقه الله. دكتور أنا ضحكت لأن أحد الزملاء قال لي يعني أنت بتحكي على الحلويات وجايبيت لنا كعك العيد اليوم. هذا صحيح. أي بس كل واحد يأخذ واحدة بس، مش يأكل كل الصينية. واحدة مناسبة يعني. واحدة تكفي يعني. وبعدين تحتاجوا طاقة شوي معلش. هذا صحيح. يعني العصائر حقيقة يعني من الملاحظات والبحوث اللي نشرتها جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية أنه ازدياد تسوس الأسنان وذوبان ميناء الأسنان في خلال فترة الأعياد. ليه؟ لأنه كثرة المشروبات الغازية والسكريات خاصة بالعزائم، يعني الإنسان يعزم أو يعزم ناس إلى بيته وإلى آخره، ففي هذه التجمعات يعني أصبح وجود مع الأسف المشروبات الغازية جزء ضروري من المأدبة. هذا غلط. يعني ما في أفضل من الماء. وإذا ما شربنا العصائر الفواكه الفريش، مو نشتري مش العلب. العلب هذه أنا مليانة سكر. أنا أؤكد أنه نصها هي عبارة عن سكر، بالإضافة المواد الكيميائية الحافظة اللي بعضها صارت مسرطنة وبعضها تؤدي إلى خلل في هرمونات الجسم ومناعة الجسم. فدائما إذا شربنا عصائر نشربها بالمصاصة أو سترو أو معصورة في البيت، وتكون معصورة في البيت نشربها، وايضا مش فورا من هاي، لازم من خلال المصاصة عشان ما تؤدي، لانه المشروبات الغازية فيها سكر، المشروبات الطبيعية يبقى فيها سكر الفركتوز ويبقى فيها عدد من الحوامض.
هاي النصائح الذهبية دكتور الزملاء بمروا عليها بسرعة يعني. نعم النصيحة الثالثة أنه دكتور نحن عم نحكي عن النصائح الذهبية، من الضروري أيضا الحديث عن أنه خاصة نحن الآن في فصل الصيف والدنيا حارة جدا في بلادنا، شوي هون انكسر الجو يعني صار أقل معتدل قليلا، ولكن في بلادنا بسبب الحرارة ربما الطقس الحار يسبب مشاكل أيضا كثيرة، منها جفاف الفم ومشاكل أيضا هضمية. وأنت ذكرت في أحد السلايدات أنه هناك أمراض خاصة بالعيد وبالصيف. هذا صحيح. يعني مع الجفاف مع الأسف يلجأ عدد كبير من الناس إلى المشروبات الغازية أو المشروبات العصائر المعلبة اللي هي غير صحية للتعويض عن الجفاف في الفم، وهذا طبعا غلط. الماء هو أفضل شيء، الماء لا يوجد فيه سعرات حرارية ولا يوجد فيه أي حوامض معادل هو بالنسبة للحوامض والقاعدة، والجسم يحتاجه ثمن أكواب من الماء يوميا. نعم دكتور، عم نتحدث هنا عن النصائح الذهبية، حدثنا قليلا أكثر عنها دكتور، يعني في أثناء الأعياد وتحديدا عيد الأضحى عندما نتناول وجبة الغداء على سبيل المثال، هل يجب أن نفرش أسناننا بعد تناول الوجبة مباشرة؟ ياريت تحكي لنا متى وكيف يعني. هذا صحيح، من النصائح الحقيقة المهمة أنه وهذه طبعا اكتشفناها مؤخرا قبل 6 سنوات، اكتشفنا انه اللي ياكل وجبه العيد او اي وجبه مو خلال فتره الصيف خلال فتره الاعياد لا يجوز تنظيف الفم في الفرشات مباشره بعد الوجبه. ليه؟ لانه احنا مع الاسف اغلب المواد الغذائيه اللي نستهلكها هي فيها حوامض. يعني ما في ما في ما في بيت ما ياكل سلطه يخلي فيها ليمون وخل. نعم الليمون في حامض والخل هو حامض. وجود الحامض في الفم مباشرة بعد مضغ الطعام يؤدي إلى تحول ميناء الأسنان اللي هي الطبقة الخارجية إلى طبقة رقيقة. بالفرشات ممكن أن نزيل عدد من المايكرو مليمترز من الأسنان لو فرشنا مباشرة. لو فرشنا مباشرة بعد تناولها يجب أن نعطي ساعة قبل ساعة بعد انتهاء الوجبة، من ضمنها الحلويات من ضمنها الحلو يعني الوجبة الرئيسية، بعد ما الفم يتوقف عن طحن ومضغ الطعام ننتظر ساعة وننظف الأسنان. بعد ساعة لازم ساعة عشان يروح تأثير الحامض اللي يؤدي إلى تحويل مادة السن إلى مادة رخوة. يعني قد يتحسس السن منها؟ قد يزيل جزء من الميناء. هاي مشكلة. نعم في عدد كبير من المرضى مباشرة اللي عدد كبير من المرضى اللي يعني يصحى بعد سنين من إهمال أسنانه ويجينا ونقول له ترى عندك مشكلة في اللثة وعندك مشكلة كذا لازم ونعلمه الطريقة الصحيحة، يبدي يصير نوع من الإدمان على التفريج، فأول ما يخلص يروح يفرش. هذا خطأ طبعا، يجونا نص أسنانهم مفقودة لأن يعني الحامض يؤدي، يعني سبحان الله السن هو أصلد جزء في الجسم، أصلد من العظم، لكن الحامض يحوله إلى مادة رخوة. يعني سهولة. هل هذا معناه أنه لا نأكل حامض أو ليمون في الطعام؟ نقلل. ومن النصائح المهمة أن ننهي وجبة الطعام بقطعة جبن. ليه؟ لأن الجبنة قاعدية. وشو نوع الجبنة؟ ما في أنواع كثيرة. أبداً. في الجبنة البيضاء وفي الجبنة الأصفر. أي نوع قطعة كل أنواع صغيرة من الجبن. كل أنواع الجبن هو فيه مادة قاعدية تعادل الحامض. فالفم يتحول، ومع ذلك حتى إذا أكلنا الجبنة يجب أن ننتظر ساعة قبل تنظيف الفم بالفرشات ووسائل ما بين الأسنان، ليس فقط الفرشات، لازم نستعمل خيط الأسنان، واللي عنده مرض اللثة يجب أن يستعمل أيضا وسائل ما بين الأسنان مثل الفرش الصغيرة مثل الاير فلوس اللي زي المي اللي يعني. نعم. مساء دكتور كيف التفريش يعني مساء؟ يعني هل بعد الوجبات؟ يعني في ناس قبل وبعد بفرش أسنانهم يعني. هو الـ طبعا لكل شخص لكل حادث حديث. كل شخص حسب حالته
الصحية وأسنانه وفمه ومرض، وجود مرض اللثة من عدمها، وجود تقرحات من عدمها، وجود رائحة فم من عدمها. لكن بشكل عام النصيحة اللي نعطيها لكل المشاهدين والمشاهدات أنه الإنسان يجب أن يفرج أسنانه مرتين في اليوم، كل مرة لازم يجب أن تكون الفترة دقيقتين، أقل من دقيقتين إحنا ما نظفنا كل الأسنان. مرتين في اليوم، كل مرة دقيقتين، ويجب أن ننتظر ساعة بعد وجبة الطعام أن وحتى ننظف الأسنان حتى لا نزيل طبقة من الميناء. وطبعا نستعمل وسائل ما بين تنظيف ما بين الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل. نعم دكتور، طبعا في فترة الصيف الناس تسافر في عطل وإجازات كثيرة، ما هي أهم النصائح للمسافرين؟ يعني موضوع خاصة بسبب القلق وتأخر الطيارة ربما وأمور كثيرة. نعم. الإنسان يشعر دائما في قلق وتوتر. ذكرت من خلال السلايدات، رأيت أنه مسألة العضة اللي توضع على الأسنان. نعم. حتى لا يتم الضغط على الأسنان. يعني مع الأسف يعني في آخر دراسة لإحدى الجامعات الحقيقة العربية اكتشفوا أنه 45% من العرب يعانون من التضريس، الضغط على الأسنان. الضغط على الأسنان، وهذا التضريس يؤدي إلى أمراض لثة، لأن الضغط الشديد يذوب العظم الفك فيصير جيوب. هذا التضريس يؤدي إلى تلف الأسنان، واحد يبدأ يطحن الأسنان مع أنه يتشوه شكلها، مع تبدي تصغر في الحجم. نعم. وتبدي حقيقة يعني مشاكل كبيرة. العلاج الأسهل لهذه الحالة هو ما نسميها بالعضات. الطبيب يأخذ قياس، يبعث المختبر ويلبس عضة في الليل هو نايم تمنعه من التضريس. هذه طبعا لمن يسافر يجب أنه أغلب مع لازم يأخذوا، أغلب مرضاي ينسون أخذ العضة، يعني من يجون لندن نسوي لهم عضة ثانية، وبالسعودية يعني. فلذلك مهم جدا أنه من يعاني من التضريس أن من يشوف طبيب الأسنان يسأله أن يسوي له أكثر من واحد، يخلي واحدة سيت في شنطة السفر وسيت عنده في الحمام وسيت ستاند باي. لأنه أكثر من واحدة. مو بس كده، عندي بعض المرضى اللي يضرسوا بشدة كل أسبوعين أغير لهم، لأنه يأكلوا العضة، العضة تصير به. نعم. نعم. تخيلي لو كان هذا التضريس على ما بين السن الفكين، فالأسنان تبدي تصغر بالحجم وتبدي تصير فراغات ما بين الأسنان ومرض اللثة يتشوه شكلها مع الأسف. وهذه يعني من خلال ملاحظاتي وبعض الدراسات اللي موجودة أنه يزداد معدلاته. يعني قبل 10 سنوات كان 35% من العرب يعانون من التضريس ومشاكل مفصل فك، الآن ارتفع إلى 45%، وهذه الدراسة صار لها سنتين. ولكن أعتقد أن الناس لا تهتم لهذا الشأن، يعني لا تعتبر أنه التضريس أو الضغط على الأسنان قد يسبب مشاكل في الأسنان. يعني أصبحت لدى البعض عادة دكتور. هذا صحيح، وربما ينتبه لها طبيب الأسنان متأخرا. المشكلة ليست أنه طبيب الأسنان ينتبه لها مؤخرا، أنه إحنا لا يوجد تقليد أن نراجع طبيب الأسنان باستمرار. يجب أنه طبيب مراجعة طبيب الأسنان كل 6 أشهر بشكل عام. وعندما نراجع طبيب الأسنان هو يحدد، يعني بعض المرضى نشوفهم كل سنة، كل 6 أشهر، كل 3 أشهر، أو كل سنتين. هل ممكن معرفة أنه هذا الإنسان يدرس على أسنانه أم لا؟ بالزيارة الأولى. نعم. يبين الأسنان كلها فوضوية الأسنان وعدم، لا يصير يعني يصير تكون محكوكة الأسنان. يبين آثار الأول شيء على الخد، سبحان الله داخل الخد كأنك في مخزة طبعة، تضريس على الأسنان. اللسان ما نسميه سكالوبينج، يصير يشبه السكالوب، يكون به حدود الأسنان، ما يكون سموث مستوي، يكون به عضة الأسنان، لأنه ينحصر ما بين الفكين، واحد هو نايم ويبين تأثيره. فرأسا في الزيارة الأولى يشخص طبيب الأسنان. والإنسان اللي بيعاني من هاي المشكلة لازم يلبسها يوميا أثناء النوم؟ لا يجب. وإذا يسوي تضريس، في عندي عدد كبير من مرضاي، ولكن تضايق هي أثناء الليل، يتعودوا عليها، أفضل مما يفقد أسنانه. هل هذا العلاج الوحيد؟ هذا العلاج طبعا هذا العلاج ليس الوحيد، يعني احنا نبحث عن السبب. اللي عنده قلق في حياته بعد ما يزور سبب القلق تخف هذه الأزمة، هي عادة لها علاقة بالقلق.
يعني لازم الإنسان يراقب نفسه. نعم. يعني ذكرت الآن بعض العلامات المهمة حتى أنه يعرف الإنسان هو بالفعل بالضبط. لديه هذه المشكلة أو لا. صحيح. هذه يعني من العلامات التشخيصية للتضريس أو ما نسميها بالتمبرومانجيبولار جوينت ديسفانكشن سيندروم. نعم. دكتور، عندما نتحدث عن صحة الفم وهي مرتبطة بصحة البدن أيضا. صحيح. وذكرت من فترة يعني في برنامجنا أنه هناك علاقة كبيرة بين ما نأكله، يعني أمراض عضوية والفم أيضا. في نعود إلى الأعياد وطبيعة ما نأكله في العيد، أنه الهضم هو لا يؤثر فقط على فائدة المواد الغذائية التي تدخل إلى المعدة، يعني الطحن، طحن الأكل، ولكن أيضا يؤثر في زيادة الوزن ربما، وفي مشاكل في الهضم ومشاكل في القولون. نعم. نعم. يعني من لا يطحن ولا يهضم ولا يمضغ الطعام بشكل صحيح في داخل الفم قبل ما يبلع اللقمة وتذهب إلى المريء وللمعدة وللأمعاء، يفقد 90% من المواد الغذائية اللي يأكلها. فما يمتص هو الدهون والسكريات غير مفيدة للجسم. نعم. يعني أما المعادن والفيتامينز والبروتينات بعضها لا يمتص كله، فلذلك شوفين أنه من يأكل بسرعة ولا يمضغ اللقمة بشكل صحيح يعاني من اضطرابات في المعدة، يعاني من القولون العصبي، يعاني من نقص في المواد الغذائية المهمة. يعني بدل ما أن يستمتع بالإجازة الصيفية وبالعيد، بعيد الأضحى المبارك، يكون عرضة لاضطرابات ربما معوية ويكون في المستشفى، لأنه يعني كمان هناك كان في دراسة أنه في الأعياد المستشفيات تمتلئ وخاصة الطوارئ بالكثير من الحالات الصحية المعوية. هذا صحيح. والمعوية تحديدا. نعم. بسبب. نعم. الخربطات في تناول الأطعمة. نعم. مع الأسف هذه يعني يعني الإكثار كمان، يعني الإكثار من كميات الأكل. نعم. كمان تؤدي إلى التخمة ومشاكل. الواحد بالعيد محتاج يجامل، لأنه عادة العوائل بتزور بعض، فيعني صعب يروح وما يأكل، يعني هيعتبروا موقف. يكثر من السلطة والفواكه والخضروات، ويقلل من الأشياء اللي فيها دهنيات وسكريات. يكثر من الحبوب، من الأشياء المفيدة اللي فيها فيتامينز، فيها معادن تفيد الجسم. ولا مانع من أكل اللحوم، ولكن بكميات قليلة. بالكميات اللي ذكرها الدكتور يونس. نعم. يعني إحنا الحاجة الرجل الإنسان البالغ اليومية من البروتينات ما يعادل 300 غرام للإنسان الصحي. 300 غرام. نعم. وللرجل، المرأة تقريبا 200 غرام. ولمن يعاني من، يعني المرأة أقل من، نعم، اللي يعاني من مشاكل صحية، الكوليسترول أو السكري أو داء النقرس أو السكري، فيفضل أن تكون نصف الكمية، هي 150. نعم. غرام من اللحوم الحمراء. أحيانا بعض الأطباء يعني لما يكون في نقص في فيتامين دي أو في الحديد، الطبيب ينصح مريضه بأن يأكل لحمة. هل مع أن يأكل لحمة يجب أن يأكل بكميات كبيرة، ولا يجب أن تكون محدودة؟ يعني المسألة في النوعية وليست في الكمية. يعني الآن اللي يعاني من نقص في الحديد يأخذ حبوب حديد أو يأكل سبانخ. صحيح. أفضل من اللحوم. نعم. نعم. هذه من مقولات old wife tales، مثل ما يقول مقالات أمهاتنا. بعض الأطباء ما زالوا. نعم. يفكرون بهذا. يعني مثلا الكبدة والكلاوي للمواشي فيها كميات كبيرة من والله. الحديد، ولكن في نفس الوقت فيها كميات كبيرة من الكوليسترول. آه. فواحد لازم طبعا لكل حادث حديث، يعني يكون معتدل في تناول يعني اللحوم. واحد خير الأمور أوسطها في تناول اللحوم والحلويات، كل شيء. يعني واحد لا ضير أن يأكل حلويات، بس تكون بكمية مقننة، ولا يكون وجبته كلها حلويات. المشكلة الأخطر كما ذكر دكتور يونس، أنه أحيانا مصدر هذه اللحوم يكون غير صحي، وأيضا هذه الذبائح تكون مذبوحة بطريقة غير صحية، وهنا المسألة الأخطر. يعني هي أخطر بكثير من أنه الواحد يأكل أو لا يأكل. هذه يعني أنت عارفين أستاذ وجدان، إحنا في مجتمع في بريطانيا في قوانين تنظم هذه. أكي. فأنا ما أقدر أعلق على الموضوع، لكني من يدعي أنه هذه لحوم حلال وهي غير حلال، هذه القضاء يقاضي. وممكن يعني الجالية المسلمة في بريطانيا ممكن أن حقيقة وعدهم، يعني عندهم بعض المقاييس هيئات. نعم، في هيئات اللي تمنح
الختم تبع حلال وهذه هذه طبعا تكون تكون هيئة منسقة من قبل النظام البريطاني. فما ما أعتقد يجوز في حالات فردية أنه بعض الناس يسوق تتجاوز نعم أنه هذا حلال وهو يكون يعني مصعوق كهربائيا. نعم لكن الحقيقة اللي يهمنا في حلقة اليوم أنه نبتعد عن كل ما يؤدي إلى زيادة في أمراض الفم وتأثير على ابتسامة. نعم دكتور، هناك عندما أعود أتحدث عن اللحوم ظهرت الكثير من الأبحاث والدراسات اللي تؤكد خطورتها، يعني ليس فقط بتناول كميات كبيرة وإنما يعني عدم فائدتها بالشكل الكافي. لذلك كثير من الناس ربما أقلعوا عن تناول اللحوم وركزوا على الخضروات والأسماك. هل يجب أن نقلق بالفعل من تناول اللحوم ولا لا؟ لا يوجد حقيقة، يعني لا يوجد بحوث علمية رصينة تؤكد هذا الموضوع. لكن الأكيدة أنه اللحوم المصنعة البروسيس ميت مثل اللانشن والكل والهامبرجر اللي موجود كل شيء مصنع ومعلب، واللحوم المجمدة والكباب يعني هذه كل شيء، لأنه اللحوم اللي تصير المصنعة تصير بشكل تدخل الماشية إلى الكتر تقطع في كل ما في داخلها. فهذه طبعا حقيقة دعوة يعني بما فيها الجلد والعظام وكل شيء كل شيء، وهي يظهر حتى على طعمها، يعني لا تشعر أنك تأكل لحم. نبتعد عن اللحوم المصنعة البروسيست ويكون لحم بكميات مناسبة حقيقة لا ضير، لأن الجسم بحاجة إلى البروتينات اللي موجودة في اللحوم والحديد اللي موجود في اللحوم، بحاجة إلى تنوع يعني. ولا يوجد من خلال ما أعرف يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عند حد. للبحوث اللي أنا درستها اللي طلعت عليها من خلال متابعات اليومية وجدت بحوث كثيرة تشير إلى البروسيس ميت في مدارس، ولكن يعني المدارس الطبية لا يوجد من الرصينة من يؤكد أنه اللي يبتعد عن اللحوم الحمراء صحته تتحسن. في توجهات وفي حركات الفيجيتيريان والفيجنز، الناس النباتيين والناس صحيح. اللي ألترا نباتيين هم الفيجن، أصبحت هناك مطاعم خاصة لها. نعم أنه أنا والله من في أصدقائي لي من ضمن زملاء أطباء أسنان هنا في لندن بارح كان يحكي لي أحد زملاء يقول لي أنا من ابتعدت عن اللحوم الحمراء صحتي تحسنت وبديت. هل هي حالة نفسية؟ أظن هي كذلك، أو ربما كان يأكل بكميات كبيرة يجوز، أو يأكل من اللحوم المصنعة أكثر. يعني من هي تعتمد على القناعة، يعني ماذا هو يقتنع، يعني حسب صحيح. المعلومات اللي بتكون عنده الحالة النفسية جدا أكيد. إذا اقتنعت بشيء يعني ذكرنا بقصة قيصر الروم. قيصر الروم كان دائما يعدم كل قائد من قواته اللي يخسر معركة. فقرر اجى احد القواد اللي خسر معركته واتفق مع الحاجب ان يعطيه كأس ماء، قال له اشرب السم، شرب الماء بس القائد يعتقد انه سم، خلال 3 دقائق خر ميتا سكتة قلبية لانه يعني اعتقد انه هذا سم. هو مش سم، هو ماء فقط. نعم. فالحالة النفسية تلعب دور كبير جدا، شيء مرعب يعني. نعم. يعني الآن كل البحوث تؤكد إنه الحالة النفسية لها أثر على كل الأمراض يعني اللي بتعرض إلها الإنسان. يعني دائما السبب نفسي بقول. هذا صحيح. هاي مشكلة، كيف ممكن تغلب على هذا الشيء؟ هلأ في فرصة عيد الناس شوي تفرفش تغير من الأجواء الكئيبة بالضبط، يعني واحد يغير. والإنسان اللي يجد نفسه وحيدا في هذا لأنه ما يكتئب كثيرا ويشوف أنه والله أنا أشوف بالبرامج العياد الناس كلهم متجمعين وهذا معاه مش عارف منه هذا، يعني الإنسان سبحان الله يعني يشكر ربنا على كل الحمد شيء لله لك. ويحمده وتقبل إن شاء الله الطاعات. آمين. أتمنى يعني عيد أضحى مبارك للجميع بإذن الله. بإذن الله، وكل عام وأنت بألف خير، وأيضا المشاهدين عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم جميعا بألف خير. شكرا لك دكتور، شكرا، السلام عليكم.